نحييكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى مساحة جديدة نفتح من خلالها آفاقا للحوار ونناقش فيها جملة من القضايا السياسية. عناوين حلقة اليوم مشاهدينا الكرام: اجتماع وزاري رفيع المستوى حول ليبيا بطلب من ألمانيا يركز على جمع السلاح والمرتزقة ودعم العملية السياسية. هذا فضلا عن قضايا أخرى. أما الملف الثاني: المرحلة الانتقالية والمسار الدستوري، مضامين مؤتمر الشباب الأول. حياكم الله. اجتماع وزاري رفيع المستوى، هكذا وصفته مندوبة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز. هذا الاجتماع الوزاري عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بطلب من ألمانيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الاجتماع الوزاري الذي كان بطلب من ألمانيا حضره مجموعة من وزراء الخارجية، منهم وزير الخارجية البريطاني وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري وعدد من الدول المهتمة أو الضالعة أو المتداخلة في الشأن الداخلي الليبي أو التي تهتم بالملف الليبي وتتفاعل معه، تتأثر به وتؤثر فيه. هذا الاجتماع مشاهدينا الكرام كان أيضا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث، الذي قال جملة من النقاط المهمة سوف نتطرق إلى أهمها، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي يلخص لنا ما الذي دار في هذا الاجتماع الوزاري الذي تم بطلب ألماني حول ليبيا. بحث التسوية السياسية للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار كان المحور الرئيسي للمؤتمر الدولي الذي عقد الاثنين عبر الفيديو كونفرنس بتنظيم ألماني وتعاون أممي. وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن هذا الاجتماع يبعث برسالة بالغة الأهمية يحتاج الشعب الليبي إلى سماعها، ألا وهي أن الوقت قد حان للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة. من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتقدم المحرز منذ الإعلان المشترك لرئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والرئاسي فايز السراج، وكذلك التوصيات التي خرجت بها اجتماعات مونترو السويسرية وحوارات بوزنيقة المغربية ومؤخرا اجتماع الغردقة. الأمين العام أكد أن التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لاستعادة السلام في ليبيا، مشددا على أن مستقبل ليبيا والمنطقة برمتها على المحك، ودعا جميع الليبيين إلى العمل بشكل بناء ومسؤول للتوصل إلى حل سياسي. كما دعا أعضاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم بالكامل لتعزيز التوصل إلى حل سياسي شامل. من جانب آخر، بين غوتيريش أن مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بعد نزوح أكثر من 425 ألفا من ديارهم بسبب الصراع، كما دعا للرفع الفوري غير المشروط للحصار المفروض على إنتاج وتصدير النفط وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ظروف غير إنسانية. هذا ورحب المشاركون بالتهدئة الأخيرة في الأعمال العدائية والهدنة الفعلية في وسط ليبيا، مؤكدين على ضرورة اغتنام الفرصة لتحقيق السلام في ليبيا، في إشارة إلى حوارات الغردقة وبوزنيقة، وعلى ضرورة الوقف الفوري لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية وانتهاكات حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأحث الليبيين على الإسراع في تنفيذ المنطقة منزوعة السلاح في سرت وما حولها، بل وأيضا في الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث من المتوقع أن تجتمع مجددا في الأسابيع المقبلة. أهلا بكم من جديد. وقفة سريعة مشاهدينا الكرام عند أبرز النقاط اللي تطرق لها الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالية الجنسية أنطونيو غوتيريث، وكذلك مندوبة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز التي جاءت خلفا
للبناني غسان سلامة الذي استقال قبل فترة لأسباب صحية. نتوقف عند البرتغالي أنطونيو غوتيريش. شو قال؟ يقول الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته يوم أمس، شكرا للسيد المخرج، مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها من أجل وقف دائم لإطلاق النار. إلى أي مدى يمكن أن تلتزم الأطراف الليبية؟ هذا سؤال ملح طبعا. يقول أيضا أنه على كافة الأطراف المساهمة في الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة. وسوف نتوقف طبعا مع ضيفنا سيد نصر زهير عند هذا الحوار المزمع إقامته في جنيف أو في جربة بحسب مصادر لـ 218 نيوز. يقول أيضا أن التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي في البحث عن السلام والاستقرار. إلى أي مدى هو فرصة نادرة؟ أيضا هذا سؤال مطروح. أيضا يقول لابد من تشجيع ودعم جهود السلام في ليبيا والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين. أيضا يجب وقف الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري على الفور. يقول كذلك على المجتمع الدولي دعم ليبيا حتى تستعيد قدرتها لتوفير الخدمات الأساسية والأمن للمواطنين. آخر نقطتين، الصراع وسوء الإدارة والفساد المستشري عوامل أسهمت في تدهور حالة المواطن. هو ينتقل هنا من الوضع الميداني والسياسي إلى الوضع الاجتماعي الخدمي. أيضا يتحدث عن الشأن الاقتصادي، الشأن المالي. في الختام يقول أن المراجعة المالية الدولية التي أطلقتها البعثة الأممية مهمة جدا لخلق الثقة والشفافية للموارد الليبية. سوف نتوقف عند أبرز هذه النقاط بالسرد والتحليل، لكن الآن سريعا إلى أبرز ما قالته ستيفاني ويليامز في ملخصها الصحفي يوم أمس. تقول جدد المشاركون تأكيد التزامهم بنتائج مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي. تقول كذلك طالب المجتمعون بعملية سياسية شاملة ممثلة لجميع المكونات السياسية والاجتماعية الليبية. تضيف ستيفاني ويليامز في الإحاطة التي كانت يوم أمس بخصوص الاجتماع الوزاري حول ليبيا، تقول أنه رحب المشاركون بالتهدئة الأخيرة في الأعمال العدائية والهدنة الفعلية في وسط ليبيا. تضيف الأمريكية أن المجتمعون شددوا على ضرورة الوقف الفوري لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا. تقول أيضا لابد من توقف انتهاكات حظر التسليح أو قرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. المشاركون حثوا الليبيين على الإسراع في تنفيذ المنطقة منزوعة السلاح في سرت وما حولها. تضيف أيضا فيما يتعلق بأعمال اللجنة العسكرية أنه من المتوقع أن تجتمع مجددا في الأسابيع المقبلة، وتضيف أن المجتمعون شددوا على أهمية ضمان الإنهاء الكامل وغير المشروط للإغلاق النفطي بغية السماح باستئناف تصدير النفط. كان هذا هو أبرز ما جاءت به مندوبة الأمم المتحدة في ليبيا التي تعمل بالإنابة طبعا خلفا لغسان سلامة. مباشرة نتحول إلى فرنسا مع الخبير في العلاقات الدولية سيد ناصر زهير. سيد ناصر، عذرا على الإطالة، كان في جزئيات مهمة لابد أن نعرج عليها فيما يتعلق بما تم مناقشته في اجتماع أمس، وكذلك حديث غوتيريش وأيضا ستيفاني ويليامز. شخصيا كيف ترى هذا الاجتماع؟ هل هو اجتماع نوعي أم هو اجتماع عادي مثل غيره بكل صراحة؟ نعم، تحياتي لكم المشاهدين. أعتقد بأن هذا الاجتماع هو اجتماع عادي غير مؤثر، لا توجد لديه نتائج كبيرة، لأن هذه الاجتماعات تأتي لتنسيق المواقف. لأن نحن نرى اجتماعات بين أطراف ليبية، ألمانيا طلبت بأن يكون هناك اجتماع دولي، أو أن ترى، دعنا نقول هو تقييم للمواقف الدولية أو جست نبض للأطراف الدولية، سواء كان الفاعلة أو المنخرطة في الملف الليبي أو الدول الأخرى، كيف ستقيم الدفع إلى آليات الحل النهائي في ليبيا وما هي وجهات نظرها في هذا الحل. التأكيد على أن كل الدول ملتزمة أو تريد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، هذا يقودنا بأن برلين أصبح مرجعية الآن في أي حل ليبي أو أي حل دولي للمسألة الليبية. ولكن هل هناك التزام حقيقي من الأطراف بأن يكون هناك مثلا كف للتدخل أو حد من التدخلات في الملف الليبي أو وقف لإرسال الأسلحة والمقاتلين؟ هذا لم يحدث. أيضا النقطة الثانية بأن ألمانيا في محاولة هذا أو في محاولتها لهذا الاجتماع أرادت بأن تكون هناك
أن تدفع المسار الدولي، لأن المسار الليبي سبق المسار الدولي. رأينا اجتماعات في المغرب، في مصر، في جنيف، بالرغم من أنه لم يكن هناك نتائج إيجابية كاملة، ولكن على الأقل كان هناك تقدم نوعا ما أو خرق نوعا ما في هذه الملفات. المسار الدولي لا زال كما هو، يراوح مكانه بدون حل المشاكل أو وجهات النظر الأساسية الدولية. بالتالي يعني لا أعتقد بأن هناك إيجابية كبيرة من هذا الاجتماع. يعني أنا كنت متوقع وكنت متأكد أنك حد تجيب بالطريقة هذه سيد ناصر، لأنه الرأي هذا هو رأي موضوعي، هو رأي الجميع. وأنا أعتقد أنه الألمان عارفين مسبقاً أنه هذا الاجتماع عادي وأنه المخرجات لن تكون مخرجات قوية. هو السؤال يطرح نفسه، لماذا تصر ألمانيا على أن تعقد اجتماع مثل هذا وهي تعلم مسبقاً أنه التنافر الدولي كبير جداً والتباين في وجهات النظر حاد جداً فيما يتعلق بالأزمة الليبية؟ هي تعلم مسبقاً أنه الاجتماع لن تكون له مخرجات قوية. نعم، ألمانيا عندما تستمر في وساطتها هي تريد أن تكون الوساطة دولية وأن تكون هي من تحرك المسارات الدولية. يعني إذا تذكر منذ عدة أشهر تحدثنا معك في البرنامج بأن كل الاجتماعات الليبية يجب أن يتوجها إما اجتماع وزاري دولي آخر أو اجتماع برلين 2. الاجتماعين تم عقدهما، ولكن تم عقدهما في ظروف غير مواتية، بمعنى أن الولايات المتحدة غير موجودة بفاعلية أو غير متفرغة بفعالية. هي مشغولة الآن، وإدارة ترامب مشغولة في الانتخابات الأمريكية والانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالتالي ألمانيا دائما حتى لو أنها تعرف بأنه لن يكون هناك أي نتائج إيجابية ولكن أو نتائج من هذه الاجتماعات، ولكن هي تريد أن تدفع المسار الدولي. يعني من يستطيع الآن عقد مثل هذه الاجتماعات هي ألمانيا فقط، ألمانيا والولايات المتحدة. من يستطيع جمع كل هؤلاء الفرقاء هي ألمانيا أيضا. إيه، لكنها لا تقدم شيء، لا تضيف شيء هذه اللقاءات. نعم، لا تضيف شيء، ولكن أيضا هي مقياس لمدى إيجابية الدول في اتجاه الحل أم لا. يعني إذا ما تحدثنا مثلا عن الاجتماعات الليبية، كان هناك خرق ما باجتماعات بين عقيلة صالح والمشري، وأن يكون هناك دفع من هذين الرجلين، ولكن أيضا على المستوى في الشرق أو في الغرب المواقف ليست موحدة، الآليات ليست موحدة، بالتالي لا يوجد نتائج إيجابية. أيضا الأطراف الدولية، وهذا ما لمسناه طوال سنوات الصراع في ليبيا، حتى لو اتفق الليبيين فيما بينهم أي طرف دولي، إذا ما تحدثنا عن فرنسا، تركيا، إيطاليا، يستطيعون إعاقة الحل. بالتالي ألمانيا أرادت قياس مدى آليات أو مدى اقتناع هذه الدول، هل هي فعلا مقتنعة أو تريد أن تذهب إلى حل نهائي؟ ماذا تريد أيضا؟ كيف هو رأيها الآن في تطورات الملف الليبي، خاصة بعد دخول الولايات المتحدة بقوة على هذا الخط؟ ولكن هي فقط جولة من جولات المفاوضات أو جولة من جولات التحركات الدبلوماسية، ولكن سؤال. الحل لازال بعيد. حضرتك سيد ناصر تعمل في مراكز أبحاث سياسية في أوروبا وتعرف المناخ الأوروبي جيدا، هل الألمان يشعرون بالحرج بعد مخرجات مؤتمر برلين التي لم يلتزم بها أحد بكل صراحة؟ الألمان بالتأكيد لا يشعرون بالحرج بشكل كامل، ولكن هم أيضا يشعرون، دعنا نقول، بالإحباط، لأن ألمانيا برغم كل الجهود، يعني ألمانيا عندما مثلا تأتي بتركيا أو تأتي بفرنسا إلى مثل هذه الاجتماعات، هي لديها أوراق أيضا مقايضة نوعا ما. يعني ألمانيا تراعي تركيا مثلا في موضوع العقوبات الأوروبية بمقابل أن يكون هناك لين أو إيجابية في الملف الليبي، أيضا مع فرنسا، مع كثير من الأمور. ولكن الألمان بالنسبة لهم هم واقعيين جدا، وهذا ما يميز الدبلوماسية الألمانية. يعني إذا ما رقبنا كل تحركات ألمانيا الدبلوماسية، هم واقعيين، يعرفون جيدا بأن الحل صعب وصعب جدا، ولا يمكن توقع إيجابية كبيرة. ما تم الوصول إليه في مؤتمر برلين هو أقصى ما يمكن الوصول إليه في هذه السنوات للحل في ليبيا، ولكن هل التزمت الأطراف؟ الجواب هو لا. هل هناك آلية للحل النهائي؟ أيضا لا. ألمانيا هل هي يائسة أو محبطة، أو دعنا نقول بأنها لا تريد الإكمال بهذا المسار؟ أعتقد لا، هي متشجعة، ولكن لديهم إحباط بأنهم برغم كل هذه الجهود لم يكن هناك نتائج على الأرض. دعنا نقول. ما الذي، طيب أنا عندي سؤال أيضا آخر يعني يلح علي كثيرا أستاذ ناصر، ما الذي يجعل ألمانيا تصر على أن تعقد الاجتماع تلو الآخر؟ ما مصلحة ألمانيا في ليبيا؟ احنا دائما نسأل عن مصلحة روسيا في ليبيا، عن مصلحة تركيا في ليبيا، عن مصلحة فرنسا، عن مصلحة إيطاليا، عن مصلحة أمريكا، لكن ولا مرة سألنا ما مصلحة ألمانيا في ليبيا؟ لماذا تصر ألمانيا على أن تلعب هذا الدور يعني الأقرب إلى الحيادية، يعني حياد السلبي مش حتى الإيجابي؟
يعني هناك ثلاث محاور يمكن أن نقسمها لمصلحة ألمانيا أو الدور الألماني. أولاً، ألمانيا الآن تريد أن تظهر على الساحة السياسية الدولية، هي تفعل ذلك منذ عام 2016. الملف الليبي هو فرصة مواتية لألمانيا لأنها مقبولة من جميع الأطراف، مقبولة من طرفي الصراع في ليبيا، مقبولة من الأطراف الأوروبية، من تركيا، من الولايات المتحدة، من روسيا حتى. بالتالي هي تريد أن تظهر بأنها عراب الحل في ليبيا إذا ما تم الوصول إليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا ألمانيا لمست خلال السنوات الماضية بأن الصراع الإيطالي الفرنسي وكان كبير جدا يمكن أن يؤدي إلى شرخ أوروبي حقيقي في آليات الاتحاد الأوروبي، لأن ألمانيا إيطاليا وفرنسا وصلوا إلى نقطة صراع محتدمة جدا، وهذا أثر على الملفات الداخلية الأوروبية. بالتالي هي جمعت أو أعطت نفسها بأنها هي من توحد هذه المواقف، أو هي من تقيم تضارب المصالح، وهي من تمثل الصوت الأوروبي، لأن إيطاليا كانت تغرد في سرب وفرنسا في سرب آخر، بالتالي الموقف الأوروبي كان مشتت. الآن حصل توافق بين هذه الأطراف الثلاثة بأن تفوض ألمانيا نوعا ما بتمثيل الملف الأوروبي. أيضا النقطة الثالثة ولكنها بعيدة المدى، هي بآليات اتجاه الألمان للتوجه خارجيا. يعني طوال السنوات أو العقود الخمسة الماضية، ألمانيا كانت دائما سياساتها داخلية فقط، داخل الاتحاد الأوروبي، داخل ألمانيا، تقوية الاقتصاد الألماني، السياسة الألمانية، ولكن لم تتحرك داخل خارجيا. الآن هي تريد أن تتحرك خارجيا ولكن بملف بسيرة إيجابية نوعا ما، هل هي تحاول أن تكون هي الطرف الحيادي؟ جيد، على اعتبار أنها يعني خرجت مؤخرا يعني وصارت تلعب هذا الدور، هل تعرف ألمانيا كيف تتعامل مع الملف الليبي؟ لا أعتقد ذلك. ألمانيا لا يعني ليس لديها خبرة كبيرة بآليات التعاطي مع الملف الليبي ولا آليات تعقيدات المشهد الليبي والعربي والأفريقي أيضا في هذه المنطقة، وهذا ما أوقعها في مطبات كثيرة. ولكن كانت ألمانيا تسير دائما، دعنا نقول بخبرات الفرنسيين والإيطاليين، يعني دائما إذا ما رقبنا الوضع قبل مؤتمر برلين، قبل أي دعوات ألمانية، هناك اجتماعات تأتي بين المسؤولين الألمان والفرنسيين أو الألمان والإيطاليين. ولكن أيضا، هل ألمانيا أولا هل تعرف تعقيدات الملف الليبي؟ الجواب هو لا. هل لديها الحنكة الدبلوماسية لتكون، دعنا نقول، تلعب على وتر التناقضات أو تلعب على أساس المسارات السياسية؟ أيضا لا. هي حديثة العهد في الملفات الخارجية وفي إدارة النزاعات الخارجية، يعني هي ألمانيا دائما تحاول أن تكون في وساطة ما، ولكن هذه الوساطة هل ستكون إيجابية أم سلبية؟ هنا النقطة الأساسية، بأنها لم تكن إيجابية بالحد الأدنى ولكنها أيضا ليست جيد. سلبية، يعني يمكن التعويل عليها نوعا ما. الدور الألماني قتلناه بحثا في 10 دقائق مع حضرتك أستاذ ناصر. ننتقل الآن إلى مضمون ما دار في الاجتماع، الحديث عن تثبيت وقف اطلاق النار، الحديث عن جمع السلاح، الحديث عن إيقاف التدخلات الخارجية، تحديات كبيرة جدا. أنطونيو غوتيريث يقول أنه التطورات الأخيرة بالحرف أنا أقتبس تمثل فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي في البحث عن السلام والاستقرار. هل هذا صحيح؟ هو صحيح بالحد الأدنى ولكن ليس بهذه الإيجابية التي يتحدث عنها غوتيريش. يعني هي فرصة كبيرة وفرصة نادرة مثلا بأن نرى طرفي الصراع يجتمعون وجها إلى وجه، يكون هناك اتجاه إلى المحادثات، ولكن أيضا هي فرصة نادرة، دعنا نقول على المسار الداخلي، ولكن على المسار الدولي هل هي فرصة نادرة؟ لا، لأن تضارب المصالح بين كل الأطراف الدولية لم يتم حله، بمعنى تضارب المصالح بين فرنسا وتركيا، بين إيطاليا وفرنسا، بين الولايات المتحدة وروسيا، كل هذه الأمور لم يتم نقاشها. ما مصير هذه المصالح؟ يعني بمعنى هل تستطيع الولايات المتحدة الآن إجبار كل الأطراف على الخروج من ليبيا؟ أعتقد بأن الأمر صعب. ولكن مشكلة غوتيريش ومشكلة الأمم المتحدة أنهم دائما إيجابيين بشكل كبير جدا، يعني يعطونك إيجابية وتوقعات كبيرة وبأن هناك فرصة كبيرة وبأننا قريبين من الحل، ومن ثم تصطدم بالواقع. لا تكون نعم، وبالنهاية يأتيك الواقع، يأتيك الواقع السوداوي بكفك. صحيح، هذه هي النقطة الأساسية، بمعنى لا يواجهون الحقائق. يعني غوتيريش أو حتى غسان سلامة أو حتى أيضا ستيفاني ويليامز دائما يحاولون أن يظهروا بأنهم حققوا قبضة ما، حققوا نوعا ما آلية للتقرب للوصول إلى حل. ولكن إذا ما قررنا مثلا ما فعلته الولايات المتحدة خلال أشهر يعادل ما فعلته الولايات المتحدة خلال سنوات. هو أسلوب يعني نسخة تبكل موجودة في البعثة في ليبيا والبعثة في اليمن والبعثة في سوريا، ودائما الحديث بالإيجابية المفرطة، وحققنا وفعلنا وأنجزنا،
وفي الآخر ما في شيء، إني لا أفتح عيني ولكن لا أرى كما قال الشاعر. لماذا تضحك السيد ناصر؟ لماذا هذه يعني الإيجابية المفرطة؟ ما المغزى منها؟ يعني ما الذي تحققه على أرض الواقع؟ ربما يكون الشيء استراتيجي ولكن نحن لا نعلم. يعني لا أعتقد بأنه استراتيجي، هو فقط تضخيم للأدوار أو تضخيم لدور الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة هي يعني إذا ما قيمناها في كل الملفات الدولية هي في حالة عجز تام، لم تحقق أي خرق أو أي حل في أي أزمة دولية. دائما الأزمات كانت تحل ثنائيا أو ثلاثيا أو إقليميا دعنا نقول، ولكن هل الأمم المتحدة حققت أي حل لأي أزمة دولية؟ الجواب هي لا. يعني دعني أقول بأن الأمم المتحدة أو مبعوثي الأمم المتحدة هم فقط كمرسال بين الأطراف، وأيضا هم كمن يدير الصراع، بمعنى أنهم من يتحدث مع جميع الأطراف، من يحاول أن يكون لا يكون الصراع محتدم أكبر، ولكن أيضا هم لا يعرفون، أو يعني أشك في كلمة لا يعرفون، هم منظمة دولية دبلوماسية ولكن لا يريدون أن يواجهوا الواقع، الواقع الحقيقي، بمعنى عندما تريد حل مشكلة ما يجب أن تواجه الواقع وتضخم من السلبيات بمقابل الإيجابيات حتى تأخذ الثقة. يعني إذا مسألنا الآن أي طرف من الأطراف الليبية هل يثق بالبعثة الأممية؟ أعتقد بأن الجواب هو قطعا لا. في سوريا، في اليمن، في كل الأماكن التي فيها نزاعات لا أحد يثق بدور الأمم المتحدة، بالتالي حتى في لبنان فترة من الفترات. عفوا؟ يعني حتى في لبنان مثلا فترة من الفترات مثلا. بالتأكيد نعم، في لبنان أيضا نفس الأزمة ونفس الأمر. طيب أنا في جزئية أخرى لأني أنا شعرت أنها في غاية الخطورة أستاذ ناصر زهير. تقول ستيفاني مثلا أنه شدد المجتمعون على أهمية ضمان الإنهاء الكامل وغير المشروط للإغلاق النفطي بغية السماح باستئناف تصدير النفط. طيب هو في اتفاق بين سيد غيث وسيد معيتيق بمظلة أو برعاية من القيادة العامة للجيش الوطني. لما قرأت الجزئية هذه على طول جاء في ذهني جزئية أنه المجتمعين يوم أمس مش معترفين بهذا الاتفاق. يعني الآن نحن أمام اتفاق على أرض الواقع وأمام شرعنة الاتفاق دعنا نقول، أو شرعية تصدير النفط. الآن لا يهم بالنسبة للمجتمعين، هم يعرفون بأن الحظر سيرفع وبأن الصادرات النفطية ستبدأ، ولكن ستبدأ بشكل تدريجي وليس بشكل كامل كما هو في اتفاق. سيد ناصر هو في اتفاق، وطلع القائد العام للجيش الوطني وأعلن إعادة إنتاج النفط، وصار في اتفاق وعقدنا حلقات في 218 نيوز، والآن في نفط. وحتى أمس وكالة رويترز تتحدث عن ارتفاع الإنتاج في ليبيا إلى تقريبا 300 ألف برميل في اليوم. وبعدين نقرأ الجملة هذه، ضمان الإنهاء الكامل وغير المشروط للإغلاق النفطي. لا، المواني تشتغل والحقول تشتغل، يعني إذا هم مش عارفين فهي كارثة بصراحة. لا، هم يعرفون جيدا، ولكن هم يريدون أن يشددوا بأنهم هم من مثلا أعطوا هذه الشرعية للإغلاق، أو دعنا نقول عدم الضغط لعدم الإغلاق مرة أخرى، أو أن يكون هناك آليات لتقاسم الثروات الليبية. يعني هناك جملة ذكرتوها في تقريركم بأنه الرقابة المالية على الموارد الليبية، هذه نقطة مهمة جدا، يعني لأن مثلا الجيش الوطني الليبي يتهم الوفاق بأنها مثلا تهدر الأموال في أمور أخرى، في الدفع لمرتزقة، في أمور أيضا أخرى، هذه نقطة مهمة لحل الخلاف بين الجانبين. أيضا آلية البنك المركزي، يعني الآن نعم الموانئ تعمل والنفط يتم تصديره، ولكن هل انتهت مشكلة النفط بشكل كامل؟ لا زال الأمر، لم يتم حل مثلا مشكلة البنك المركزي، لم يتم حل مشكلة مؤسسة النفط الليبية. يعني هناك كثير من التعقيدات، ولكن يعني هذه جمل تأتي دبلوماسية فقط، لأنه حتى في الداخل وخصوصا من طرف الوفاق بالأخص، في أصوات عالية خرجت ترفض هذا الاتفاق الذي تم بين السيد غيث والسيد معيتيق برعاية القيادة العامة للجيش الوطني، وكأنه جن جنونهم حين خرج المشير خليفة حفتر وأعلن إعادة إنتاج النفط. هذه الورقة التي كانوا يستعملونها للضغط على الجيش الوطني واتهامه بأنه يعرقل فقدت بين عشية وضحاها، وبالتالي أصبحوا من غير أي ورقة ضغط على الجيش الوطني، هكذا يفهم، شو رأيك؟ نعم، هذا صحيح، ولكن أيضا من جهة أخرى الإعلان عن استمرار الصادرات النفطية أتى بالاتفاق أيضا مع جهة من داخل
أو دعنا نقول جهة من طرابلس، يعني هي كانت ضربة مزدوجة نوعا ما، لأن أن يكون هناك تصدير هناك آلية في أو خلافات فيها التصدير، بمعنى لا يستطيع الجيش الوطني أن يغلق النفط ويفتحه متى أراد، هذا من منظور الطرف الآخر. ولكن الآن الاتفاق كان ثنائي، هذا أدى إلى هذه الصدمة الكبيرة. أيضا النقطة الثانية بأن هناك كانت عديد الأطراف التي تتهيأ ل أن تشغل الحقول النفطية وأن تدير هذه الحقول النفطية، يعني إذا ما تحدثنا عن روسيا عن تركيا عن كثير من الأطراف كانت تتهيأ لهذا الموضوع. الآن استمرار تدفق النفط كما هو الآن كما طلبت أيضا كما سعت الولايات المتحدة، بالتالي لن يكون هناك أي استخدام لهذه الورقة، بمعنى أن هذه الورقة انتهت خلاص، وهي ورقة مهمة جدا أيضا في آليات الصراع، يعني لا يستطيع أحد الآن الدخول ليقول بأن لي مصالح في حقول النفط، ولا يستطيع أحد أيضا أن يوجه اتهامات بأنه تم إغلاق موانئ النفط، يعني هي ورقة مهمة جدا لدى جميع الأطراف، ولكن تم فقدانها في وقت غير حتى المؤسسة غير متوقع. حتى المؤسسة الوطنية للنفط كان موقفها متضارب، يوم تعلن أنه في حقول وموانئ موجودة في حالة القوة القاهرة نظرا لوجود قوات أجنبية والحالة الأمنية، وبعد يومين تطلع نفس المؤسسة الوطنية للنفط وتحكي على أنه الإنتاج مستمر ومتدفق وحالة القوة القاهرة مرفوعة من كل الموانئ. يبدو أنه في تخبط. الاتفاق بتاع النفط وهو مهم أربك فصيل الوفاق كثيرا، ويبدو أنه الارتدادات وصلت إلى هذا الاجتماع يوم أمس بدليل هذه الجملة يعني المبهمة يعني غير الواضحة بصراحة. بالتأكيد كان هناك آليات تضارب بين جميع الأطراف، وكان هناك أيضا آليات تضارب في عمل المؤسسات، ولكن المهم الآن بأن النفط يعمل، وأيضا بأن الولايات المتحدة هي التي دفعت هذا المسار، وبأن ممتاز. هي الضامن دعنا نقول، وهي من ستكون الضامن لاستمرار هذه التدفقات، والأهم من تدفقات النفط هو العوائد النفطية كيف ستكون وأين ستذهب وما هي آليات الاقتسام، يعني لا يمكن صحيح. أن يكون مثلا عام 2019 22 مليار عوائد النفط تذهب مثلا إلى الشرق أو إلى الجهة الأخرى مثلا 4 أو 3 مليار بحسب البيانات، يعني لا هو العكس، يجب أن تكون هو العكس، هو تروح للغرب عند مركز طرابلس ويذهب منها الفتات للجنوب والشرق. تماما، هذه نقطة مهمة، يجب أن يكون هناك تقاسم عادل عدالة في التوزيع لهذه الموارد. طيب أنا عندي 4 دقائق مع حضرتك، جزئية تقريبا أخيرة. تقول ستيفاني أن المشاركون حثوا الليبيين على الإسراع في تنفيذ المنطقة منزوعة السلاح في سرت وما حولها. يبدو أن هذا المقترح شيئا فشيئا يكبر ويعظم ويحظى بالقبول الدولي على رغم المعارضة الداخلية. الجيش يؤكد أنه لن يتراجع قيد أنملة من المناطق الموجود فيها، وأيضا هنالك شيء اسمه إعلان القاهرة. إعلان القاهرة يتحدث عن خط سرت الجفرة، بالتالي المسألة فيها اضطراب. نعم، موضوع سرت الجفرة لا يزال موضوع معقد جدا، لأننا أمام عدة فرضيات. الفرضية الأولى أن يبقى الوضع على ما هو عليه إلى أن تتم المحادثات السياسية النهائية، بمعنى تثبيت خطوط وقف إطلاق النار. وموضوع أهمية سرت كانت أنها يعني تعطي آلية، من يسيطر على سرت يسيطر على كثير من الموانئ النفطية، أو دعنا نقول الحقول النفطية أو النفط بشكل عام. الآن هذه الورقة انتهت. النقطة الثانية بأنه بحسب المحادثات الليبية كان هناك اقتراح ما، وإن كان لازال بعيد، وأعتقد بأنه صعب جدا بأن يكون أن تكون سرت مركز لأي سلطات جديدة سيتم تشكيلها بين الليبيين، هذا يحل المشكلة. معناش الإمكانية أيضا هي كجغرافيا. نعم. هي كجغرافيا أستاذ ناصر، أنا سرت رايح لها ونعرفها كويس، هي كجغرافيا جيدة في وسط ليبيا وممتازة وعلى الساحل، ولكن المدينة مدمرة يا أستاذ ناصر. المدينة لا تستطيع أن تحتوي حكومة دولية ستعترف بها كل دول العالم. الحديث عن سرت هو فقط من أجل زيادة الضغط على الجيش الوطني مش أكثر. بالتأكيد، ولكن أيضا ما هي آليات الحل؟ يعني بالنسبة لسرت والجفرة نحن كنا نتحدث أو ما تم طرحه بأن تكون سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح بين الجانبين، هذا ما طرحته السفارة الأمريكية إذا كنت تذكر، ولكن مع تخفيف الضغط. طيب ليش مش خراب هذا الحديث؟ أوكي. نعم. أنا خلي نتشاكس مع حضرتك في آخر الدقائق. ليش مش طراب؟ الاتفاق السياسي نفسه في 2015 يحكي على دوائر أمنية، يحكي على طرابلس خالية من المظاهر المسلحة، كل التشكيلات المسلحة تخرج
ما بين 30 إلى 70 كيلومتر خارج العاصمة، وأنه يكون في 10,000 ضابط وجندي من القوات الشرطية الأمنية هم اللي يتولوا مهمة حفظ الأمن. 6 سنوات يا أستاذ ناصر لم يطبق منه شيء هذا الاتفاق، واليوم في 2020 يحكوا على منطقة منزوعة السلاح. طيب الأولى طرابلس على اعتبار أنها مركز السلطة. بالتأكيد هذه كل الأمور هي مطروحة على الطاولة، ولكن أيضا الآن سرت والجفرة، ما هي آليات الحل؟ يعني إذا ما تحدثنا عن تثبيت لوقف إطلاق النار، كيف سيكون الحل في سرت والجفرة؟ أعتقد من وجهة نظري الشخصية بأن الأمور ستبقى على ما هي عليه. يعني الآن لأنه عند وقف إطلاق النار، بداية وقف إطلاق النار كان هناك زخم شديد وبأن الأطراف لن تقبل بهذا الوضع ويجب أن تكون منزوعة السلاح والسفارة الأمريكية تتحرك. الآن هناك حديث يعني يأتي في الكواليس أو في الرقم 2 أو 3 بأنه يجب أن يحل موضوع سرت والجفرة، ولكن الآن أعتقد بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن، تثبيت وقف إطلاق النار ومن ثم الاتجاه إلى المسارات الأخرى. ولكن إذا ما تحدثنا مثلا عن الشرعية وعن نزع الأسلحة والميليشيات وغيرها، هناك حديث طويل جدا على الطرفين على المجالين، ولكن هي ورقة ضغط. نعم ورقة ضغط على كل الأطراف، أو دعنا نقول على الطرف الذي يسيطر عليها الآن الجيش الوطني الليبي، ولكن هل سيتحرك إلى الخلف؟ لا أعتقد ذلك، لأن سيرت والجفرة يعني يمكن الحديث عن سيرت منفردة نوعا ما، يمكن هنا إيجاد حل مشترك وليس فردي أو يفرض من الخارج، ولكن الجفرة لن يتم التحرك فيها مهما كان، لأنها تعتبر ليست فقط لليبيا، تعتبر لمصر أيضا مسألة إقليم، مسألة أمن قومي نوعا ما، لأن آليات التواجد الآن أو التواجد العسكري نحن لا نتحدث عن أطراف ليبية نحن صحيح. نتحدث عن أطراف دولية صحيح. موجودة أو قوات حتى أجنبية، بالتالي صحيح. لا أحد سيغامر بأن تكون موجودة في هذه المنطقة. أنا أشكرك جزيلا، وصلنا معك لختام هذه الفقرة والنقاش الماتع أستاذ ناصر زهير، دائما منورنا في مؤتمر 18 نيوز. شكرا جزيلا لك ضيفنا العزيز. فاصل قصير مشاهدينا الكرام. الجزء الثاني من لايف. مؤتمر الشباب الأول، هذا العنوان لملتقى سوف يعقد في منتجع قمر الصحراء بمنطقة تويوة غير البعيدة طبعا عن مدينة أوباري في الجنوب الليبي، منطقة صحراوية جميلة كانت وجهة للسياح طبعا قبل الاضطرابات الأمنية اللي صارت أو باتت تحصل بكثرة في السنوات الماضية. ما يقرب عن 67 شاب وشابة مشاهدين الكرام يتوجهوا إلى تويوة وحيعقدوا المؤتمر الشبابي الأول بتنظيم وإشراف طبعا من منظمة عبور. شنو حيناقشوا؟ كم سيستمر الملتقى؟ لماذا الآن في هذا التوقيت بالتزامن مع حوارات بوزنيقة بين وفدي النواب والدولة، وأيضا التحضيرات أو التجهيزات أو الحديث والجدل المحموم جدا حول حوار جنيف اللي ممكن طبعا حسب مصادر خاصة لـ 2018 وحالي لمدينة جربة؟ كل هذه الأسئلة والنقاط نحيلها إلى ضيفنا العزيز طبعا السيد أكرم النجار، وهو مسؤول اللجنة المنظمة للمؤتمر الشبابي الأول، معنا بالصوت والصورة من العاصمة الليبية طرابلس. أكرم مرحبا، منور برنامج لايف. تحضيرات لمؤتمر شبابي أول في منطقة تويوة، نريد أكثر تفاصيل، ولماذا جاء متزامنا مع حوار بوزنيقة وأيضا التحضير لحوار جنيف؟ مساء الخير أخي طه، تحية خاصة لك وللسادة المشاهدين. طبعا أنت عارف أن الحراك اللي اليوم طاير مسلك الحوار اللي طيب أكرم قرب السماعة شوية خلينا نسمعوك أوضح بالله عليك. أوكي طيب أوكي. فالفكرة انبثقت أمانة من نقاش ما بين مجموعة من الشباب، فكرنا إن كيف ممكن إن نشكل رؤية موحدة ماذا يريد الشباب. فكرنا أن ندير مسألة خاص للشباب في الوقت اللي النقاش تشوف فيه عالي جدا في مسألة مثل
في اي جلسه حوار قادم. واضح ان الصراع اليوم على يمشي لتونس او كيف ايا كان المكان. فاحنا فكرنا بالطريقه الثانيه في الوقت اللي يعني بدال ما نفكروا مين اللي يمشي خلينا نناقشوا شنو بيقول يعني بالليبي. كويس. وافضل واحنا حاليا اكرم احنا نسمع فيك ولكن لو تقرب السماعة اكثر حيكون الصوت ممتاز يا ريت. هيك واضح هيك اوضح. ايه تفضل تفضل. انت عارف ازمه ال ايه بالضبط اكرم بالضبط للاسف يعني هو وجودك معنا اليوم في حد ذاته اصرار وجهاد يعني فاحنا نشكرك ربي يخليك. فالنقاش هيك بدا منظمه العبور مع مبادره السلام اللي في بنغازي مع هذه المناظره اللي في سبها قلت لنا نكثف الجهود ونحط مجموعه من النقاط ان شاء الله حنناقشوها بحيث ان احنا نطلعوا بورقه حن 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 حتكون في خل من خلال مؤتمر صحفي من من توي ومغادي حنتكلموا فيها على ما هو النقاط اللي تفهمنا عليها ماذا نريد تحديدا من 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 مسألة أي هل طيب للأسف نحن فقدنا الاتصال بصديقنا وأيضا السيد أكرم النجار وهو مسؤول اللجنة المنظمة للمؤتمر الشبابي الأول الذي سيعقد في تويوة بين يومي الجمعة والسبت القادمين. هذا المؤتمر يأتي طبعا متزامنا كما قلت مشاهدينا الكرام مع هذه الحوارات المستفيضة في بوزنيقة وأيضا التحضير لجنيف. يخبرني المخرج الكريم أن الاتصال مع أكرم عاد من جديد. تفضل أكرم. فحنناقش مسألة متطلبات المرحلة القادمة اللي هي يعني متمثلة في شكل الحكومة والمهام اللي مفروض أن هي تكون يعني مناطة بها ومحددة وآلية تسليمها للسلطة أو خروجها في حالة أن هي فشلت. أيضا السلطة التشريعية حنناقش المعايير اللي إلى حد الآن بعثة الأمم المتحدة لم تعتمدها في اختيار من يمثل الليبيين وهذه مسألة بصراحة لدينا بها في أكثر من لقاء وفي أكثر من يعني برنامج. يعني وكأنك تتحدث عن قصور في آلية عمل البعثة الأممية بشكل أو بآخر. يعني هي مسألة نحاول تقدر تقول خلطها نديروا شغل نحن واليوم احنا متجمعين على أرض ليبية وأنا أعتقد أن هذا إنجاز حقيقي في ظل الظروف الحالية. ممتاز. وهي رسالة واضحة أن الشباب الليبي قادر أنه يجتمع على هذه الأرض في أي مكان وفي أي زمان. والأجمل يا أكرم الأجمل أكرم حدثني في النقطة هذه أنه الشباب يحكي سياسة الشباب يعرف يحكي سياسة كويس. نعم خويطها نعم جديات وخلي نقول لك أن الفئة هذه اليوم هي بصراحة أمانة أنضج بكثير من هلبة شخصيات اليوم للأسف يتقلدونها نصب خيادية ويسيروا في 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 مشهد الحوار اليوم. فاللقاء حيكون ما ذكرت 67 شاب وشاب على مستوى القطر الليبي ممثلين من 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 البعد المناطقي او من البعد العرقي يعني نتكلم عن سبو وطوارق وعرب وامازيغ. كويس. ونقدر ان كل القطر الليبي ممثل اليوم في اللقاء هذا. كويس. في جزئيه الاسماء في جزئيه الاسماء دائما الاسماء فيها جدليه عندها سحرها الخاص في نقطه الجدل. ايضا تنتقد البعثه في مساله لماذا يختار فلان على فلان. طيب انتم شو المعايير اللي وضعتموها لاختيار 67 وليش 67 هذا تحديدا؟ لا هي امانه اللي حدد لنا العدد هي المكان اللي قررنا ان نجتمع فيه. كويس. انت عارف الظروف اليوم احنا نمر بها فالمكان ووسعه هو اللي حدد. احنا تمنينا وعندنا وباستطاعتنا نجمع اكثر بكثير امانه وهذا مفضل ربي ان هذه الفئه لازالت متماسكه امانه لازالت قادره بكل ما تعني الكلمه من معنى ان هي تجلس مع بعضها او تسمع لبعضها رغم الصراع والحروب اللي صارت لكن لازال عندنا المقدره الحقيقيه اللي ان احنا نجلس مع بعضنا ونتحاوروا ونتوافقوا على رؤيه امانه نتمنى ان هي تجسد الفئه. هل فئه الشباب اكرم تحولت الى شعار سياسي يوظف ويجرير من قبل شخصيات او من قبل تكتلات؟ واذا كان صحيحا هل هذا يقلقكم يشعركم بالقلق؟ اعتقد خلصتها الان بعد العشر سنين هذه اصبحنا قادرين على التعامل مع مع ان صح التعبير مع هذا مع محاولات التوظيف هذه امانه. بلس ان هني يعني اصبحنا
بقفزوا على مسألة التأطير هاي. اليوم اليوم أنا يعني لما تكلمنا احنا ثلاثة المنظمات أبدا ما سوقناش أن مثال أكرم ممكن يكون عنده أيديولوجيا معينة أو أحمد ممكن يكون عنده أيديولوجيا معينة أبدا. عندنا فكرة يا شباب، المفروض أن احنا تكون عندنا رؤية موحدة، وأمانة أنا فخور اليوم أن احنا قادرين على صناعة رؤية موحدة لهذه الفئة. يعني الفئة الوحيدة لليوم اللي قدرت تدير مسار خاص بها بأيادي ليبي على أرض ليبيا بدون ما يكون في مثال أي راعي دولي أو أي راعي خارجي. وهذا يعني أنا لازلت أستشعر قيمة العمل المبذول أمانة. فبالتالي مسألة التوظيف وما إلى آخره أعتقد أن هذا ما كانش حاضر ومش حيكون حاضر في بالنا. إحنا عندنا هدف واضح وإن شاء الله نوصله له، وحنوصل صوتنا هذا للكل، وحينسمع إن شاء الله للكل جاي. إن الفئة هي أو إن الجيل هذا قادر إن هو ينضج رؤية ليبية على أرض ليبية، تحاول تساهم كيف ممكن يكون فيه حوار ناضج ينتج وضع أفضل للثورة بتاعنا. شايف إنه الأهمية اليوم إنه مش من يحضر، الأهمية شنو حيقوله صح؟ اللي خليك وهذه نقطة القوة. كل الصراع اليوم يا أخي طه وحضرتك يعني شخصية خطعا حضورها وعارف وطلع بشكل كبير، كل الصراع اليوم من بيمشي؟ من بيمشي؟ أنا بنمشي فلان بيمشي أمانة صح. وهذه رسالة أخرى. لا 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 لا، إحنا الفكرة بتاعنا مش من يمشي، اللي يهمنا شن بيقول. يعني زمان في الصخيرات الفئة هي لما تشكلت أو لما مثلت ما احترامنا للشخصيات، وأكيد هم في الأخير لا يلاموا، لكن لما تناقشنا معهم فقالوا إحنا جلسنا وتفاجأنا باللقاء ولقينا روحنا نحن نمثلوا في فئة ما ناش عارفين هي شن تبي شن طموحها، بلس إن إحنا متوقعين إن البعثة ممكن تجيب أشخاص هم ما همش من مخرجات البيئة هذه. الاتصال موجود؟ طيب علق الاتصال. طيب مش مشكلة، احنا ما زلنا موجودين وحنمدده اصلا، لانه ملف الشباب مهم جدا. 218 نيوز تعطي اهمية مشاهدينا الكرام لهذه الشريحة التي نعتقد انها تمثل طبعا الوقود او الخزان البشري او المحرك الاساسي لهذا المجتمع، وتستحق ان تكون ممثل. وبالتالي لما نشوفه أنه في مؤتمر شبابي أول سوف يعقد في توي، وبالتالي لا بد أن نوليه الأهمية. يخبر المخرج الكريم أنه الاتصال عاد من جديد مع طرابلس، تفضل أكرم. اللي خليك. فالمسألة أن احنا اليوم لما تناقشنا معهم اللي هم الشباب اللي حضروا الصخيرات في السابق، إنهم ما يعرفوش أمانة شين المفروض أنهم يقولوا، بلس أن الشباب اليوم شين يبقوا. فالمرة هذه تقدر تقول أن استفدنا من الثلاثة السابق أمانة، متمسكين جدا إن ما تكونش هذه الفئة ممثلة ككومبارس أو كتكملة الكادر، إن طيب. في فئات الشباب حاضر. خلينا نكون أكثر وضوحا. طيب خلينا نكون أكثر وضوحا، وسؤالي ما فيش مكر يعني كل براءة، هل هذا المؤتمر سيفرز شخصيات تريدون أن تدفعوا بها لمؤتمر الحوار القادم برعاية البعثة الأممية؟ شكرا لسؤالك. أمانة بس مش متوقع. سؤال مش ماكر راو على الفكرة ابدا 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 حبيبي. شوف كيف هي احد النقاط اللي قطعا الناس المتربصه واللي هي تخشى ان يكون في يا اخوي طه حاله جديده ليبيه ومنتج ليبي، او الاشكاليه دي او النقطه دي فيها الناس خايفه منها، ان حاله يعني فيه ليبيين ممكن هم اللي حددوا المكان والزمان ويقعمزوا هم بروحهم من غير راعي ثوري. هذه الحاله هي بحد ذاتها فيها الناس خايفه منها ومستعده ان هي تشيطن اهم بمجمعين أرواحهم ويبوا يقدموا أرواحهم أنهم بيمشوا. أبداً يعني نقدر نقول لك إن الغاية الأساسية اللي اجتمعنا عليها هي كيف نطلع برؤية حقيقية لهذه الفئة مكتوبة، وأيضاً نتابعوا هذه الرؤية مع من سوف تختاره البعثة، لأن هذه المسألة مش في دينا شكونوا واقعين، هذه مش في دين حد. طيب. فبدل ما نناقش اللي مش في دي، لا احنا بن 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 بندير الهومورك الشغل بتاعنا الواجب الوطني بتاعنا، وبعدين من تم اختيارها ان شاء الله حنجلس معهم وحندعمهم بحيث انهم يتبنوا هذه ورقه، وفي نفس الوقت يدخلوا للحوار وهم مستندين على ماده حقيقيه وعلى ارضيه، وحنتابعوا
يعني طيب. حنتابعه يعني امانه. تريدون ان تكونوا صوت الشباب، هذا حق مشروع، لكن هل في طموحاتكم ال 67 شخصيه او اللجنه المنظمه ان تكونوا عباره عن مظله لشريحه الشباب الواسعه، خصوصا انه يلام على الشريحه في السنوات السابقه اكرم انه كانت مشتته وكانت فوضويه وعملها غير مهذب؟ نعم، أزمة ليبيا وحتبقى سواء في فئة الشباب أو في غيرها هي إشكال تبصل فكرة الوصا، فبالتالي حريصين إن حتى لما شفنا الخطط للمسألة هذه علي الطنطاوي يقول كلهم رؤوس ولكن رؤوس ثوم. علي خليه فبدل ما نخشوا في الصراع هذا، هي المسألة هم ثلاثة منظمات يعني وهم اللي منسقينها مع بعضهم الحدث في شراس يعني معين. بالنسبة لنا احنا الآن تعتبر تقول احنا حوالين العرس فقط. يعني اول ما يصير الحدث يعني كل شيء محطوط، حتى جدول الاعمال هو مسوده وحتناقش من اول ساعه في اللقاء ان شاء الله، حينقحوها او حيضيفوا عليها. فابدا ابدا يعني ما فيش اي قياده، وحتى المؤتمر الصحفي ان شاء الله اللي حنطلع به مخططين ان هو يكون لمجموعه من الشباب هم اللي يطلعوا يتكلموا، وهذا كله من باب تعزيز فكرة الثقة. وإن إحنا اليوم غايتنا هي المنتج، مش إن والله أكرم ولا أحمد ولا فلان هو اللي بان جيد أبدا. مواضيع النقاش زي ما قلت لحضرتك أكرم من خلال التواصل معك، المرحلة الانتقالية ومتطلباتها وأيضا المسار الدستوري. النقطة الأولى تبعث على الإحباط، لما تجيب اليوم جملة المرحلة الانتقالية على طول الناس تحبط، لأن المرحلة الانتقالية في ليبيا 10 سنوات مرتبطة بالصراع، مرتبطة بالفوضى، بهشاشة الأمن، بالفساد المستشري، بالانقسام السياسي، بكل شيء سلبي. أنا متفق معك، يعني هي فكرة في الأخير بكل مسألة استمرار المرحلة الانتقالية هذا شيء جد 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 محبط، وخاصة على الفئة بتاعنا. خصها احنا عملنا العشرينات بتاعنا مشد في الزحمة هذه، صحيح. فبالتالي احنا أصحاب مصلحة حقيقية أن يكون في استقرار كامل، لكن مش نكونوا واقعيين أيضا منعيشوش في مكان، هذا ما هو موجود وما فرض علينا أمانة. فبالتالي أنت بتتعاطى معه، ولو ما تبيش تتعاطى معه غيرك واتي وحيتعاطى معه. فبالتالي إحنا كيف ممكن المرحلة الانتقالية هذه تكون قصيرة جدا أمانة؟ هذا ما أتكلم عليه من ناحية أنا، واللي نحاول إنه إن شاء الله يكون مادة للنقاش، أن تكون مضبوطة جدا بمهام محددة جدا وبآلية خروج، وهذه هي النقطة الحقيقية المهمة. كيف ان اي حكومه جايه في المستقبل تكون عندها اليه واضحه للخروج فيما لو فشلت في المهام بتاعها او المده بتاعها شارفت على الانتهاء؟ وهذه نقطه جد مهمه علشان ما نلقاش روحي في من عامين لخمسة سنين في التجربه إيه اللي قاعدين عايشين فيها. صارت مع المؤتمر الوطني ومع مجلس النواب والوفاق، الكل يمدد والكل يتحدث عن الفراغ السياسي، وموجودين في المشهد 6 سنين. الله يخليك، فهذه مسألة جد مهمة أن أي اتفاق قادم مفروض يكون عليه متضمن. بلس أن المسار الدستوري كيف ممكن تكون في رؤية لفكرة المسار الدستوري ويتم تضمينها في الاتفاق، بحيث أن هل حنمشوا وفقا للقانون اللي طلع من البرلمان باعتبار ليبيا طيب الدوائر. أنت حكيت لي أو نمشوا آخر جزئية، عذرني بس إحنا وصلنا تقريبا للختام. أنت حكيت لي قلت لي لابد نفرق بين المسار الدستوري والدستور. نعم، يعني اليوم أمانة يعني اليوم احنا يعني نتكلم على المستوى الشخصي، الدستور حتلقى هلبة ناس تناقشك فيه. يعني احنا ماناش بصدد مناقشة هل نصوتوا بنعم أو بلا، احنا كيف نرسخوا المسار، هو كيف ممكن نتفقوا على أرضية دستورية، هل حنمشوا في الخط هدايا بالقانون اللي هو طلع من البرلمان باعتبار ليبيا ثلاث دوائر، او بالمشروع اللي طلع من المفوضيه باعتبار ليبيا دائره واحده، هل بنديروا قاعده دستوريه اخرى نستندوا عليها؟ مساله الدخول للمجهول هذا وانشاء انتخابات بدون ما يوجد. طيب نحن ننتظر دقيقتين على اقصى تقدير حتى نختم الجزئيه الاخيره مع ضيفنا السيد اكرم النجار، حتى يكون الختام يعني يليق طبعا بشريحة الشباب، لأنه أكرم اليوم هو يمثل شريحة الشباب في ليبيا التي تسعى إلى أن يكون صوتها مهذبا وصوتها مسموعا وقويا، خصوصا بعد الانتقادات اللي كانت يعني تقال في السنوات الماضية أو تكال إليهم بأنهم
يعني أصحاب مشروع فوضوي ولا يقدمون شيئا في بحر أو في جانب للسياسة. لا نعلم إذا كان الاتصال بأكرم النجار ما يزال قائم. طيب أكرم موجود الآن في دقيقة. نعم. أكرم تفضل. فزي ما قلت لك، فهل نمشوا بالآلية هذه أو حتكون في قاعدة دستورية؟ حاسم الموضوع هذا موضوع جد مهم، مش مستعدين تكون فيه انتخابات أمانة يعني في الهواء بدون ما تكون فيه قاعدة. والمسألة هذه يناقشوها الشباب، حيحطوا هم الرؤية اللي هي يعني الكلام هذا اللي نقول لك فيه يا أخوي صاها علشان لا يفهم خطأ، الكلام هذا اللي نقول لك فيه كلها عبارة عن اقتراحات. جيد. اقتراحات بما سوف يناقش الكلام. طيب. هذا ممكن ينتسف بالكامل. ممتاز. وحط جدول الأعمال. هذه أهم جزئية حتى لا يصادر على رأي أحد. 10 ثواني، متفائل بنجاح المؤتمر؟ جدا مؤمن بإرادة هذه الفئة، جدا مؤمن بأخذ. شكرا جزيلا. إن شاء الله ننجحوا في ترتيبها بالشكل الصحيح. شكرا جزيلا مسؤول اللجنة المنظمة لمؤتمر شباب الأول أكرم النجار، كنت ضيفا عزيزا في هذا الجزء الثاني من لايف. وصلنا للختام، اعذرونا على الإطالة، إلى اللقاء. We'll be right back.